هقول مناقيش الزعتر والجبنه. الوصفه دي حلوه قوي، انا كنت دقتها عند بدريه قريبتي عجبتني جدا، لان هي بين المناقيش وبين البيتزا شويه، حلوه قوي. المقادير بتاعتي: نص كيلو دقيق، معلقتين كبار لبن باودر، نص معلقه سكر، معلقه صغيره ملح، 5 معالق زيت زيتون، وميه دافيه للعجن. دي مقادير العجينه. الحشوه بتاعتي هستعمل كوبايه جبنه موتزاريلا او جبنه الاشقوان او جبنه اللي هي الكشكافال او جبنه اي نوع جبنه عندك، حتى لو تشيدر ما فيش مشكله. ممكن تعملي جبنه بيضه وتخلطيها بشويه تشيدر. هستعمل معلق 5 معالق زعتر و3 معالق زيت زيتون، وهستعمل سمسم وبيضايه علشان الوش. هقول مقاديري من تاني: العجينه لوحدها نص كيلو دقيق عليه 2 معلقة كبار لبن باودر، نص معلقه سكر، معلقه صغيره ملح، 5 معالق زيت زيتون، وميه دافيه زي ما العجينه هتاخد معايا. الحشوه بتاعتي عباره عن كوبايه جبنه موتزاريلا، 5 معالق زعتر، 3 معالق زيت زيتون، سمسم وبيضايه للوش. هبتدي اول حاجه ان انا هحط الدقيق مع زيت الزيتون. اللي عاجبني في وصفه المناقيش دي ان العجينه بتاعتها طريه وفي نفس الوقت ما فيهاش زيت كتير ولا سمنه ولا زبده، فدي حاجه عجبتني جدا فيها. وهحط معاها اللبن الباودر، السكر والخميره، وهقلبهم، واجيب بعد كده الميه اللي حاجم بيها. طبعا الميه احنا بنضيف شويه شويه علشان العجينه كل دقيق بيحتاج نوع معين من سوري كميه معينه من الميه، لان نوع الدقيق بيختلف من نوع للتاني. يعني في دقيق بيشرب ميه كتير، وفي دقيق ما بيشربش الميه بيطرد الميه. فخدي بالك ان كميه الميه تبقى قليله وبعد كده تزوديها علشان العجينه ما تبص منك، لانها لو طريت هتضطري تحط لها دقيق تاني، فبتغيري كميه المقادير. يعني كميه الدقيق بالنسبه لبقيه المكونات بتختلف، عشان كده احنا بنضيف شويه شويه. اهي هتلاقوها ابتدت تلم وتلم الجناب كلها على الخلاط معاها على العجانه. ده معناه ان هي ابتدت تتعجن. طبعا بتسيبيها تتعجن اكتر من كده 5 دقايق كمان، يعني احنا حتى لو وقفنا عشان وقت الحلقه، بس هي المفروض تتعجن اكتر من كده 5 دقايق. يعني بعد ما هي لمت، بصوا الكاميرا بتجيب، خدت كل اللي في الجناب، خلاص العجينه خلصت. لازم تفضل في العجانه او على الايد لو انت ما عندكيش عجانه، تستمري 5 دقايق انك انت تعجنيها. خلاص اهي بسيبها بقى تخمر لغايه لما حجمها يتضاعف. العجينه اهي زي الفل ما شاء الله معانا، بنسيبها تخمر لغايه لما حجمها يتضاعف، وبعد كده بنفردها. احنا حتى فردينها علشان الوقت، وهقول لكم هنعملها ازاي. ميرسي يا احمد. بتفرديها على شكل قرص كبير. بصوا المناقيش العاديه بتبقى رفيعه وبتتعمل على الصاج زي ما عملناها قبل كده، احنا عملناها كذا مره بكذا طريقه. دي بتتعمل في الفرن عادي، تتخبز في الفرن عادي، وعامله زي البيتزا الستافت كراست شويه كده اهو. بعدين بروح حاطه الجبنه داير ما يدورها، كده اهو. الزعتر هحطه بعد ما تستوي، عشان كده انا بقول لكم العجينه عجبتني، وهي بين البيتزا شويه وبين المناقيش غير بتاعت الصاج. اوكي كده اهو. وبعدين ببتدي اقفلها ألم الحراف بتاعتي
كده اهو. واقفلها وبعد كده هدهنها بالبضايه وارشها بالسمسم وادخلها الفرن. طبعا لازم تضغطي كويس علشان ما تفتحش معاكي وهي بتتخبز. هنجيب هنعمل البيضه هدهنها بالبيضايه، انت ممكن تحطي كمان شويه زيت مع البيضه لو عايزه. علشان الزيت بيقطع البيضه وما بيخليهاش تمط. وبتدهنيها وبتدخليها الفرن لغايه لما تتحمر، بس احنا هنحط على البيضه سمسم. كده اهو وادي السمسم وبدخلها الفرن تتحمر.